العلاقات الكويتية العراقية بين مد وجزر، لا سيما حين يكون الحديث عن ترسيم الحدود، وما أن ترتفع تتقدم خطوات إلا وتعود لترتفع أصوات من العراق غير رسمية وأحيانا رسمية تؤلب الرأي العام ضد الكويت وتختلق أزمات وادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان. آخر هذه الأزمات والادعاءات هذه الأصوات التي تدعي أحقية العراق لميناء خور عبد الله وتدعي أن الكويت استولت عليه. حول هذه القضية تحديدا سنتحدث ونسلط الضوء عليها ونفتح هذا الملف. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد مساء الخير وأسعد الله مساءك. راشد حياك الله، لنا سعيد بلقائي معك دكتور، وأعتقد أن هذا الملف يجب أن يسلط عليه الضوء من قبل الإعلام الكويتي، واليوم احنا ننطلق بتلفزيون الراي بهذا الملف. ماذا يقول الدكتور عايد المناع؟ أولا نقول مشكورين وقواكم الله الحقيقة، لأن أنا خلال يمكن الأيام الثلاثة على الأقل الماضية كانت حوارات مكثفة مع الإعلام العالمي وأيضا من الإعلام العراقي للأمانة، وناقشنا ومحاورنا في هذه القضية. القضية بكل بساطة أن في جوانب كثيرة منها عقدة التاريخ، أنه والله إحنا الكبار وإحنا القديمين وإحنا 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 وإلى آخره. طبعا هذا جانب الحقيقة من الموضوع. الجانب الآخر، أنا أعتقد أنه بعض الناس في العراق وخاصة في مناطق المحاذية لا تعلم شيء عن الاتفاقيات اللي تمت ما بين الطرفين، سواء أيام بريطانيا والدولة العثمانية أو ما بعد ذلك. يعني ناس كثيرة ما تعرف هذه القضية، مغيبة دكتور، وناس عادية ما تعرف فقط، يعني مثل ما قلت معاهم عليهم تثار. يجي لك واحد لا سمح الله الحين يقول لك الحدود الكويتية استولت عليها البلد، تقوم الناس. نعم. أمر طبيعي. هذا ولا نفس الشيء الحقيقة، منهم ناس، وأعطيك الدليل أنه لما موضوع المزارع اللي كانت على الحدود البرية، نعم، كثيرين رفضوا يتحركوا لأنه يعتبر هذه أرضه هو أبوه وجده وكذا وإلى آخره، لكن هذا لم يبلغ بأنه هذه الأرض تم احتلالها من قبل العراق وبالتالي أعيدت لما خلاص رسمت الحدود. نعم. هذه مشكلة نجدها الحقيقة مع الإخوة في العراق. لماذا يتعمدون الجانب ذلك دكتور؟ الجانب الآخر راشد، نعم، فيه الحقيقة قوة سياسية تحرك هذا الموضوع داخل العراق بصرف النظر منه عاد وراهم، هذا موضوع آخر. هذه القوة السياسية تريد أن تحرج الحكومة العراقية الحالية، الحكومة العراقية الحالية في أزمة وفي حرب وكذا وإلى آخره، وهي تريد أن تضرها وتحرجها. هذه القوى السياسية منها قوى انفصالية تريد فصل البصرة عن بقية العراق، منها واحد ينادي علنا بأنه فصل البصرة، منها من تذكر زمان تحدثوا بعد سقوط نظام صدام عن إقليم الجنوب، أنه يكون أيضا هذا الإقليم من مناطق الجنوب دولة، أو يعني لحكم ذاتي أو ما شابه ذلك. كل هؤلاء الحقيقة يثيروا هذه القضية. طبعا قد يكون عند مشكلة العراق أنه في عنده عمق ليس كبيرا في الجانب المائي اللي عنده، لكن هذا مو ذنبنا وله قضيتنا، هذا ممكن التفاهم معاه سياسيا وقانونيا بين السلطات الرسمية. بدون إثارة، بدون تهديد، بدون وعيد، بدون كلام لا معنى له. أنا بقول لك الآن الخور، هذا اسمه خور عبد الله. هذا الخور الحقيقة سمي على عبد الله بن صباح الحاكم الثاني للكويت اللي حكم 1762 إلى 1812. أوكي؟ إذن هذا الموضوع قديم جدا، قيل بسبب معركة الرقة، قيل كذا إلى آخره. المهم سمي على هذه الشخصية، لذلك هو من القديم كويتي. أكثر من هذا، أم قصر سميت على بن رزق وهو مواطن كويتي. نعم. بالأساس أم قصر اليوم مو كلها لنا، يعني البحيث لنا، الجانب الآخر للآخر إلى آخره. طيب لما جاء الحقيقة في تسلسل تاريخي للموضوع، نجد مثلا أن الحدود الكويتية العراقية بشكل عام بما فيها خور عبد الله، بما فيها الخور، بما فيها الجزر، بما فيها البحر كله، نعم، هذه الحقيقة تضمنتها، دخلت فيها كثير من الاتفاقيات. أنا بعطي أمثلة على فكرة، مو كل شيء، بعطي أمثلة. الاتفاقية، نعم، الاتفاقية العثمانية البريطانية 1913 في عهد الشيخ مبارك الكبير
نعم. طيب هذه حقيقة حددت انشبت الحرب العالمية الأولى انشغلت العالم. طيب ثانية الحقيقة مذكرة السير بيرسي كوكس المندوب البريطاني في العراق إلى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الميجر مور في 19/4/1923 حول اعتراف بريطانيا بطلب حاكم الكويت ذلك الوقت منه الشيخ أحمد الجابر، نعم، بأن يعني يتم تحديد الحدود بينه وبين العراق حتى يعرف ما له وما عليه يعني في هذه الإشكاليات، وعلى ضوء تاريخ من 1902 وقصص كثيرة الحقيقة. طيب أيضا رسالة رئيس وزراء العراق نور السعيد إلى المندوب السامي البريطاني في بغداد السير همفريز السير فرانسيس همفري. أي سنة هذا دكتور؟ في 21/7/1932. نعم. طيب شو يقول يا رئيس الوزراء؟ ممتاز. ايه. قلت لي شو يقول؟ اسمع شو يقول. هذه الحقيقة يمكن هي الأهم، كونها كان لابد من العراق أن يحدد حدوده مع دول الجوار، كان مع شرق الأردن ومع الكويت. نعم. لابد أن يحددها حتى يدخل عصبة الأمم المتحدة. إذن اعتراف منا بحقية الطرف الآخر. وأودع بعصبة الأمم المتحدة. نعم. طيب اسمع شو يقول. يقول أعتقد أن سعادتكم، يخاطب السيد همفري، أعتقد أن سعادتكم توافقون على أن الوقت حان لتأكيد الحدود التالية بين العراق والكويت، وبهذا فأنا نور السعيد أطلب اتخاذ الإجراء الضروري للحصول على موافقة السلطة أو السلطات في الكويت. هو يطلب من السيد همفري أنه والله يا جماعة أخذوا موافقة اللي في الكويت، سلطات هذا موضوع آخر، أوكي، والمسؤولة في الكويت على الوصف التالي للحدود بين البلدين من تقاطع وادي العوجة مع الباطن فوق من الغرب، أوكي، إلى نقطة تقع مباشرة جنوب خط عرض صفوان، ومنها شرقا مارة بجنوب آبار صفوان جبل سنام وتجتاز إلى العراق، وهكذا إلى التقاء خور عبد الله بخور زبير. هو يقول خور عبد الله. نعم. إيه؟ خور زبير بخور عبد الله. نعم. وتخصص الجزر وربة بوبيان مسكان فيلكة، هذا كلامه هو ترى، عوها كبر قاروه أم المرادم للكويت، أوكي. طيب إذن اعتراف واضح وصريح. هذه الرسالة هي أول رسالة اعتراف رسمي عراقي مش أجنبي، عراقي 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 عربي، ويقول أوكي. يعني ليت السلطات الكويتية توافق. يعني يمكن يقول عندها اعتراف الكويت، يعني يقول انتم يا البريطانيين كون الكويت تحت الحماية انه والله اقنعوا السلطات انها تعترف ونخلص بالموضوع. رد عليه الشيخ احمد الجابر قال له موافقين في 10/8/1932، قال احنا موافقين على هذا الترسيم زين وخلاص، خلصنا، روح توكل على الله. ممتاز. اوكي، راضي غير راضي، المهم هذا الممكن يعني في ظل هذه الاوضاع. طبعا هذا الحكي سابقه 1923 اللي ذكرت لك بتحديد معين، سابقه ايضا اتفاقيه العقير 1922 بين السعوديه او بين نجد في ذلك الوقت والكويت والعراق. جميل. شايف إذ احنا اذا في هذا الجانب خلني يعني تسوى ابي الناس تستمع. هذا اللي حضرتك تفضلت فيه الان وقراته وتوثق ان شاء الله، وعلى اليوم الحملات الاعلاميه جميعا تتحد في الكويت عندنا وتحديدا ايضا السوشيال ميديا في هذا الامر، ويحاول ان يرتب هذا الكلام والحديث اللي حضرتك تفضلت فيه من هذه الاتفاقيات وهذه الرسائل العراقيه الى السلطات البريطانيه والكويتية، وإحنا ردينا بالموافقة ويتم نشرها، وإحنا بدورنا أيضا راح نشاهد مع حضرتك واحتاج تعليقك على هذا الموضوع بعض الادعاءات من قبل بعض السياسيين العراقيين. بس كم نقطتك هذه وضحها على نفس موضوعك. إحنا طبعا حصل الاحتلال في 2/8/1990. نعم. بعدها تم التحرير.
صدرت مجموعة قرارات دولية كبيرة، من ضمنها القرار 833. هذا القرار 833 هو اللي بموجبه تم ترسيم الحدود. صحيح. طيب هذا القرار الحقيقة في يعني هو نفسه يقول انه انا ما وزعت اراضي، انا حددت مكانه متفقا عليه ما بين هذا. لماذا؟ لان انا بعطيك مثال مهم جدا الحقيقة. العهد الملكي تحدث لك، هذا نور السعيد في العهد الملكي. نعم. في العهد الجمهوري عبد الكريم قاسم ادعى في الكويت، صحيح؟ صحيح. طيب بعد ما بارك للكويت وقلت هذا انقلب وادعى. في عهد اللي جاء بعده عبد السلام عارف والبعثيين اللي هم القوميين والبعثيين في انقلاب في فبراير 1963، في 4 اكتوبر 1963 يعني بنفس السنة، زار وفد كويتي برئاسة المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح، كان ولي العهد في ذلك الوقت، وعدد من المسؤولين الكويتيين زاروا بغداد وتناقشوا وخرجوا بمذكرة تفاهم وقعها عن الجانب العراقي أحمد حسن البكر اللي بعدين صار رئيس جمهورية، كان أيامه رئيس وزراء. ايش تقول؟ ايش تقول هذه الرسالة؟ تقول إن الجمهورية العراقية تعترف باستقلال وسيادة الكويت وفقا لحدودها الواردة برسالة رئيس وزراء العراق اللي قريتها لك قبل شوي في 21 يوليو 1932، ورد حاكم الكويت عليها في 10/8/1932. لاحظ إذا العهد الجمهوري صادق على ما ورد في العهد الملكي. في 93 لما تم الترسيم، تم الترسيم بناء على هالوثائق هذه كلها وحددت، وبالتالي ما فيه ما يستدعي كل هالصيحة وهالحكي وإلى آخره. أنت بالجانب القانوني لا قانونية لكل ادعاءاتك. تقول لي والله على جوانب أخرى، أنا أعتقد الكويت اليوم غير الكويت في 2/8/1990، وأتمنى إن شاء الله أن ما نصل لهذه الحالة، وأنا أقول أن هدف اللي يثيرونها هو الأساس رأس حكومتهم وليس إحنا، لكن هذا يضر الحقيقة العلاقات بيننا وبينهم. قلنا نقولهم وقلنا لهم يا جماعة لا تضعوا الملح على الجرح، ترى يعني احنا الى الان فينا جروح، لنا 300 مواطن لا زالوا مفقودين، لنا ناس شهداء كثيرين، لنا ضحايا حصلت، اذلال حصل. فاحنا لما احتجتونا ولما سقط الطاغوت كنا اول من جاء وساعد وقدم العون لكم، فما تستغلوا هذه القضايا، خلوكم اكبر شوي من هذه القضايا، خلونا نكون اصدقاء واشقاء بعيدا عنها. وما زلنا نقدم يد العون يا دكتور، ولكن هناك نعم لا ولغيرهم، ولكن هناك الكثير وتحديدا من السياسيين المسؤولين عن هذا الامر، السياسيين العراقيين من هم خارج الوزارة وداخل الوزارة ومن هم بالبرلمان يتحدثون مرارا وتكرارا ويحاولون التغييب بهذا الموضوع وبهذه الوثائق الرسمية. إذا من يريد أن يبحث عن وثائق، هذه هي الوثائق، ولا هناك أي ادعاءات. أنت تريد أن تبحث، لديك عقل، لديك أن تفكر، ولكن مثل ما قلنا على البداية مع الخيل شقرة، معهم عليهم عليهم لا يبغى نقطة وبداية سطر، الكلام هذا ما عاد ينفع. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير اللي هم يدعون فيه، وراح نرجع نعلق عليه، خلينا نشوفه. ونقول لدولة الكويت ارجعوا من حيث أتيتم، أنتم تأخذون خور عبد الله، هذا مستحيل. خور عبد الله أو أي شبر عراقي هو ليس ملكية خاصة لا للحكومة ولا لرئيس الوزراء ولا لأي وزير، هذه حقوق أجيال، وأي مسؤول حينما يتبوأ المسؤولية سواء كان رئيس الوزراء أو وزير أو نائب يؤدي القسم الذي نص عليه الدستور العراقي، والذي يتحدث أن المسؤول مطلوب منه أن يحافظ على سيادة العراق وسلامة أرضه ومياهه وثرواته وسماءه. أدعو شعبي العراقي من شماله إلى جنوبه إلى التظاهر شجبا واستنكارا للاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء مع دولة الكويت، والتي تقضي بتسليم الكويت خور عبد الله، وهذه الاتفاقية الجائرة تحرم العراق من حدوده البحرية وتحوله إلى بلد محتاج ومفتقر إلى دول الجوار في تجارته البحرية. هكذا كان تنفيذ أعمى وتواطؤ، وأقولها بكل صراحة، بتواطؤ برشا
بتواطؤ بعمولات، بتواطؤ بهذه الكويت وما يلحقها من دول الخليج اموال دفعت الى هؤلاء اللجان. نور حمد الله عراقي، اذا لن يكون لغير العراق ولا لغير البصرة. هؤلاء ساسة المحاصصة والفساد الذين لا يمتلكون بقايا ضمير، يبيعون كل شيء على ان يطوف السلطة. ايها الاخوة الاكارم الاعزاء، لا زالت هذه الوقفة والتظاهرة الاحتجاجية قائمة، ونقولها بملء الفم أننا اليوم وغدا لدينا رسائل عديدة ولدينا أكثر من مشروع. أولا، أن يكون هو بدء اعتصام مفتوح أمام المنفذ الحدودي في صفوان. ثانيا، أن يكون بدء اعتصام مفتوح أمام ميناء أم قصر ويقطع الطريق بالكامل. ثالثا، أن يكون اعتصام مفتوح على الطريق الدولي المعدي بين بغداد والبصرة. دكتور عايد، يعني شفنا هذا التقرير وشفنا هذه المطالبات وشفنا تحديد بشكل غير مباشر وكأنه إلى تقسيم مظاهرات في تلك المنطقة ومظاهرات في تلك المنطقة وقطع هنا وقطع هناك وادعاءات أيضا نيابية بهذا الشأن، يتحدثون لا يحق دستوريا ولا يحق كذا ولا يظهرون الناس على الوثائق الحقيقية. بداية، سبب الإثارة في الوقت الحالي في هذا الموضوع شو الموضوع دكتور عايد؟ ردا على السيدة اللي تكلمت بالجانب الدستوري، بس أنا بقولها المادة الأولى من الدستور الكويتي ايش تقول؟ تقول الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية. ولذلك نقولها حتى لو أرادت الحكومة الكويتية أن تجامل أو تهدي أو كذا إلى آخره، ما راح نسمح لها احنا كشعب، لانه هذا انتهاك للدستور الكويتي، هذا حقنا. وهي تنطلق من هذا المنطلق ايضا، تقول الدستور العراقي يمنع. هي دستورها يخصها، لكن انا اقول التالي: اذا كان الدستور العراقي تجاهل هذه الاتفاقيات، الاتفاقيات ليست وليدة اليوم، صحيح، هذه اتفاقيات من 1902 ويمكن حتى قبل في امور اخرى، لكن اذا كان الدستور العراقي تجاهل ذلك، فهذه الحقيقة مسؤولية المشرعين العراقيين وليست مسؤوليتنا. أنا الحقيقة يعني أعتقد أنه كل هالزوبعة هذه هي لتبرير الانفصال، تبرير أن تكون البصرة بحالها أو يكون الجنوب بحالها مثل ما كردستان بحالها. يعني هو تغييب للشعب العراقي بهذه النقطة، يحاول يعني تغييبه، يعني إيه، محاولة للضحك عليه الحقيقة، لدفعه، لأن الكويت الحقيقة هي أكثر البلدان العربية اللي تساند العراق. يكفي أنه أول ما سقط صدام حسين أن الكويت راحت كل تساعد، يعني وسفير الله يذكره بالخير الفريق علي المؤمن، مو بس هذا، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حضر مؤتمر بغداد، نعم، بالرغم من كل التحذيرات الأمنية، نعم، والخطورة وإلى آخره، ومع ذلك أراد أن يقول للعالم أنه إحنا صفحة 2-8 تجاوزناها، نريد أن نفتح صفحة، نريد أن يكون لنا علاقات أخوية وإلى آخره. عند ترى هؤلاء الحقيقة للأسف هذه لغة شوارعية، هذه مي لغة ناس عقلاء يطرحوا ويتناقشوا وإلى آخره. أنت قبل ما تتكلم اليوم، إذا أنت خاصة قوة سياسية ونواب برلمان، ارجع يا أخي للوثائق اللي عندك. أنت الدولة ملزمة بالوثائق. أنت اليوم الدولة لما توقع وتغيرت الحكومة أو تغير الآخر ملزمة. أنا أعطيت مثال 1932 العهد الملكي، نعم، العهد الجمهوري في 4 أكتوبر 1963 صادق على ما سبق، هذه عقلية الدولة، ولا يحق لهم الدخول في عصبة الأمم إلا بعد ترسيم الحدود من اعتراف منهم. طبعا، ودخلوا من خلال هذا الاعتراف لهم وثقوه. طبعا، وهذا أيضا إحنا ما يعنينا، يعنيهم هم، نعم، لأنه إحنا الحقيقة كنا وقتها تحت الانتداب البريطاني، وبالتالي بريطانيا مسؤولة عن هذا الجانب. لكن هؤلاء الحقيقة أحيانا يعني يريدوا لأغراض إسقاط حكمهم، خلق مشاكل إلى آخر، ابتزاز عشان يحصرون. أيضا الحقيقة
قبل مدة بسيطة نشرت الخزانة الأمريكية عدد ما لا يقل يمكن 19 أو 20 شخصية عراقية في السلطة الحالية، بعضهم في السلطة بعضهم بالمعارضة إلى آخره. هؤلاء الحقيقة أقل واحد منهم لديه 7 مليار دولار، أقل واحد. إذن هذه طيب. هي الحقيقة المرة التي يحاول قد لا يكونوا كل هؤلاء في هذا، شايف؟ أنا عندي فاصل دكتور عايد، سأرجع على هذه النقطة نؤكد عليها، وأيضا نؤكد على نقطة يعني الحق أحق أن يتبع. هناك نصف شط العرب إلى إيران، نعم، فالأولى صحيح. المطالبة بهذا الموضوع، وسنسلط الضوء على هذه القضية. إن كانت هناك مناظرة ومطالبة بحقوق أراضي عراقية تعتقدون أنها سلبت من الكويت، فالأولى أن ترد على إيران بنصف شط العرب الذي سلمته إلى إيران. بعد الفاصل مستمرين معكم. دكتور عايد، ألا تعتبر أن هذه مفارقة بأن هذا الاحتجاج العراقي على أميال ويترك نصف البلد لإيران، يعني وسلطنا الضوء على شط العرب، يعني شط العرب سلموا إلى إيران، فتعليقك على هذا الموضوع؟ شوف الحقيقة في الجانب الكويتي العراقي أصلا ما في داعي للمناقشة، لأن عندك اتفاقيات أكثرها مبادرة منك ترى على فكرة. وعندما جاء الترسيم سنة 93 صدقني أخذ بالجانب اللي يرجح الجانب العراقي، يعني كان في مثلا يقول لك جنوب صفوان مباشرة في من ضمن التوصيف، أخذوا باللجنة أخذت بتوصيف دكسن، قال ميل أو كيلو عن هذا، وبالتالي يعني عطاك مساحة، في حين أنه هذا يعني أنا أحوج من غيري له إحنا في الكويت في هذا الجانب. لكن للأسف الشديد البعض يعني يبحث عن إثارة، ترى ما عنده مشكلة. إيران مو بس ما أخذها نص شط العرب، هذا وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار كذا قال هذا الكلام، شايف؟ وغيره يقولونه ومعروف هذا. إيران تتحكم في العراق إلى حد كبير، ومع ذلك ما شفنا يعني هل انتفاضة وإلى آخره. مر الحدود اجتاحوها الإيرانيين رايحين للنجف، يمكن لمبررات دينية، بس هذا ما يعني خرق سيادة الدولة. إذا كنت دولة صديقة أصلا ما تقبلها أنك تخترق سيادتي. لكن للأسف الشديد هناك من يشعر، وهذه ينبغي أن يفهموها جيدا، نوال الكويت بلد صغير، بلد ضعيف، نخرع نروع ويسلم لنا. أنا قلت قبل شوي لك، نعم، ما قبل 2/8 يختلف عما بعد 2/8، وإذا كنا هالبلد ما نحميها ما نستاهلها، نعم، إطلاقا، نعم. هذا لا يعني تهديد، هذا نقولها التالي واضح، لن نسمح بتكرار 2/8 إلا مبيديننا بالكامل يبون يسوون يجون. ماذا تفسر الصمت الحكومي الكويتي دكتور؟ طيب. الصمت الحكومي الكويتي تجاه القضية. أنا بس بقول لك أنه يعني هذه المهاترات اللي يقوم فيها ميليشيوية، نعم، لا تليق بالدولة. أنا أتمنى على دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته أن يخرجوا إلى الشارع يقولون هذا الكلام لا داعي له نهائيا، ويعتبر إهانة للحكومة العراقية اللي وقعت من كل عهودها. تدري أقول لك العهد الحالي إيش قال؟ رئيس الوزراء الحالي، الرئيس الحالي هذا رئيس الوزراء، نعم، العراقي، نعم نعم، ماذا يقول؟ يقول رئيس الوزراء العراق ينفذ قرارا ملزما أصدره مجلس الأمن الدولي عام 1993 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق. هذا بعد ايش تبي؟ حكومة عراقية طيب. تنطق هذا النطق يعني هم أيضا يبون يبهدلون حكومتهم بهذا الجانب، وكم ما لها قيمة. ايش قلت سؤالك عن بنفس هذه النقطة؟ نعم. وسأعيد سؤالي بعد قليل. هذه النقطة تحديدا اللي ذكرت حضرتك، رئيس الوزراء العراقي ينفذ قرارا لعام 1993 بترسيم الحدود العراقية الكويتية. الطرف الآخر السياسي العراقي يتهم الحكومة العراقية بأنها تغاضت رشاوي مقابل هذه الاتفاقية، يمكن يعولون على المبالغ اللي أثارتها أمريكا والأسماء اللي أثارتها أمريكا. ردك عليهم دكتور. هذه للأسف مي جديدة. أنا أذكر كنا نناقش مرة زمان السنوات الماضية أيام صدام، نعم، عن ترسيم الحدود الكويتية العراقية في عهد البعثيين وما أدري كذا أيام زمان 63، نعم، زين. طلع واحد منهم يناقش من المتحمسين لموضوعهم، يقول يا أخي أنتم رشيتوا جماعة، قلت والله عديد أنتم جاهزين للرشوة تستاهلون. هذا عيب،
أصلا عيب هذا الكلام، لا يجوز. يعني قلنا لك العهد الملكي، قلنا لك العهد الجمهوري، حتى صدام حسين ترى 93 كان صدام حسين حكومته وافقت وخلصنا، 94 وافقوا، يعني قعدوا سنة علشان يوافقون، وافقوا وانتهى الموضوع. هذا الآن في العهد الجديد تمت موافقات 2013 أمس القريب، حكومة المالكي وعامر شو اسمه العامري، هذا العامري وافقوا على هذا الموضوع. إذا احنا الحقيقة من الناحية القانونية مغطين تماما. إذا هذه إثارة الرشاوي والأسماء التي ظهرت اللي طبعاً هي لخلط الأوراق دكتور؟ رم احتمال، لأن أنا بقول لك شغلة الحقيقة، واحد من اللي يثيرون هذه القضايا هو قاضي للأسف الشديد. هذا كان يوم من الأيام عضو فرقة في حزب البعث. هذا شخص نفسه اتهم الحقيقة بذمته المالية، وسجن حكم عليه بالسجن عدد من السنين. توسط له علي حسن المجيد عند صدام حسين وطلعه. كتب صدام حسين بالعفو ماله يقول يفصل من الوظيفة مرتشيا. وهو وظيفته شنو كان؟ هو طبعا كان قاضي وكان كذا، وحاليا يتحدث الحين ما نبي نذكره حتى يعني لا نزيد الهم عليه، حتى يعرف الجانب العراقي. هذا الشخص لكان وزيرا وكان نائبا، واعتقد انه لا زال، ويتزعم مثل هذه القضايا. يعني يا اخي هذه الامراض النفسيه، هذه امراض نفسيه لدى البعض. قلت لك هذه عقدة التاريخ وعقدة البعض، انه انت صغير وانا كبير. هذه ايران ليش ما يردون الاعتبار منها؟ ما احتلوا اراضي وقالوا حررناها. شط العرب شنو قضيته تحديدا؟ شط العرب ما هو قادرين يحمون انفسهم عشان يحمون شط العرب، خذت ايران وخلصت، وخذت قارون وما قارون وكل هذه المياه. إيران تحاصرهم ولا يتنفسوا. إذا تركيا تقصف في شمال العراق على راحتها. إحنا ما نقول هذا إيجابي حتى من الأطراف الأخرى، ولا نقبله، ولا نقبل على العراق هذا، لكن نقول إنه أنتوا إذا تبون تفاهمون تدلون قنوات التفاهم، وان كانت مطالبة حقيقية تطالب بالأحق انك انت تطالب فيه. لا تنهينا عن خلق وتأتي مثل عار عليك، وان فعلت عظيم، والأولى شط العرب، والأولى القصف اللي قاعد يحصل، والأولى كذا، واحنا معاكم ومع غيركم من الدول اللي تنتهك، لان هذا هو ديدن دولة الكويت عالميا، وليس متعلق فقط بالجيران بهذه القضية تحديدا. لذلك قضيتي اللي اثرتها قبل قليل يا دكتور، وسؤالي لماذا هذا الصمت الحكومي؟ هل مطلوب اليوم من حكومتنا أن ترد، أن تعلق، أن تظهر، أم هي مسؤولية الإعلام والإعلاميين والساسة الكويتيين؟ شوف، أنا أعتقد أن الحكومة ردت رد عقلاني وأشيد فيه، رد سعادة نائب وزير الخارجية خالد الجار الله كان عقلاني، أنه هذه حقوقنا وساعدناها وانتهت القصة، ولا علينا من صياح أو نعيق الآخرين، هذا ما يعنينا الحقيقة، شايف؟ لكن راح تعقد جلسة لمجلس الأمة سرية وتناقش. أيضا أتمنى أن لا نكون بأخلاق بعض هؤلاء الذين يردحون ويتصرفون تصرفات هوجاء وغبية وغير عقلانية ومضرة في مصلحة هذا البلد. أنا أقول لك من ضمن الأسباب اللي البعض يحاول فيها، هو يريد أن يستمر الوضع العراقي سيء، لأن لو استقرت الأوضاع راح يكون في استثمارات كويتية قاعدين يشوفونها بعيونهم بالنجف وبمناطق الجنوب عندهم، قاعدة تكون هناك. لكن إذا ما كان في استقرار راح نستثمر هناك؟ لا حبيبي، لا ما نستثمر ولا غيرنا راح يستثمر. صحيح. إطلاقا. ولذلك يبون بلدهم تعيش حالة الفقر والمتاعب والمصائب عشان ينهبونها هم، ويعني يضعونها في هذا الناس لما تكون فقيرة وتعبانة. ونعتقد أن هناك قضية كبرى يحاولون أن خلط أوراق أو يعني إلهاء الناس في شيء غير حقيقي، وهناك شيء يدار بالخفاء، شيء أكبر وأعظم راح أسلط عليه الضوء بعد قليل دكتور وقراءتك لهذا الموضوع. لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير المتعلق بالمؤرخ الكويتي الأستاذ عادل السعدون حول حقيقة وتاريخ خور عبد الله بهذا التقرير. سمي بخور عبد الله، وهو كان حاكم الكويت الثاني، عبد الله ابن عبد الله الاول ابن صباح الاول اللي حكم من 1776. بس في نقطه مهمه، يعني ليش سمي عبد الله؟ يعني ليش ما سمي اسم عراقي؟ لان دائما المكان
اللي الناس استخدمه يسمونه باسمهم، وهذا معروف في كل العالم، يعني أي منطقة يسمى باسم أول شخص جاء أو أول شخص حفر بير أو أول شخص كذا يسمى باسمه. لأن العراق في هذاك الوقت ما كان عندها السفن التجارية الكبيرة، العراق كلها عندها بلم وسفن يعني محدودة، ما كانت تعبر إلى الخليج وإلى أفريقيا. الكويت كان عندها سفن، فالكويت كانت تروح سفن هناك، فسمي الاسم باسم الشيخ عبد الله. خور عبد الله يعني لو رجعنا إلى التاريخ وإلى الخرائط القديمة، يعني احنا نتكلم إلى سنة 1772 وبعد ذلك، كانت هناك خرائط مفصلة وتبين حدود الكويت من عزلة عن العراق، وحدود الكويت تضم جزيرة وربة وبيان. فمن الطبيعي أن الممر البحري المقابل لجزيرة بوبيان يكون يعني على الأقل نصه حق الكويت. لهذا السبب يعني استمر هذا الاسم واستمرت هذه، يعني لو نشوف الخرائط الآن راح نشوف شون أن أيضا مكتوب خور عبد الله، خرائط مكتوب عليها خور عبد الله بهذاك السنين، يعني نتكلم عن من 1750 وانت طالع. في سنة 34 شركة نفط الكويت لما وقع اتفاقية مع امتياز النفط الكويتي مع الحكومة الكويتية مع الشيخ أحمد جابر الله يرحمه، أيضا ألحقوا بالاتفاقية خريطة، والخريطة هذه واضحة ومبينة حدود الكويت امتدادا من الشمالية طبعا وربة إلى خور الزبير، والخط واضح موجود الخريطة هذه. تنازلنا عن حدودنا اللي عند جزيرة وربة وقابلنا بخط الثالوج اللي يسمونه خط الثالوج، اللي هو يكون يختلف حسب العمق مالة المياه، وبالتالي هم أخذوا من عندنا أراضي. ليش الحكومة تنازلت الكويتية؟ لاعتبارات فنية وإنسانية، أن العراق في هذه النقطة محتاجة سفنها تدخل إلى موانئ أم قصر وخور الزبير، وبالتالي هذا السبب إحنا متنازلين، مو هم متنازلين. هذه الخريطة الملحقة باتفاقية 1913 ما بين الحكومة البريطانية والعثمانية، ولاحظ أن هذا الخط الأحمر اللي طبعاً وهذا الخط الأخضر بالنسبة لحدود الكويت، لاحظ أن هني الخط يصل إلى جنوب أم قصر ويمر ويضم جزيرة بوبيان وربة إلى الحدود الكويتية. أيضاً في الخريطة الثانية اللي الاتفاقية امتياز النفط اللي يعطي لشركة نفط الكويت عام 34، ولاحظ أيضا وضع الخط الشمالي للحدود الكويتية ويمر فوق وربة وجزيرة بوبيان. الدكتور عايد، يعني تحدثت عن الجانب الحكومي الكويتي وكيف تعامل مع هذه الادعاءات وشت بهذا الأمر، هذه الادعاءات اليوم الكويت تقابلها، ترى بأن تقابلها بسلاسة ببساطة بسلامة بتهدئة، أو ما هو المطلوب اليوم من الساسة الكويتيين الإعلام الكويتي الناشطين إعلاميا بقضايا مختلفة تجاه هذه القضية تحديدا؟ هل نحتاج أن يعني نقابل المثل بالمثل أم نترك هذا الأمر للحكومة الكويتية فقط؟ لا، هو الحكومة الكويتية قلت لك ردت بعبارات جيدة الحقيقة. البرلمان اتمنى ان لا يكون على نمط الجماعه اللي هناك ناقش القضيه. انا اعتقد الان مطلوب فعليا من الحكومه ان يكون هناك تحرك على مستوى لابلاغ الحكومه العراقيه بان لا تسكت. ايه هي اللي مطلوب منها كحكومه عراقيه؟ ان لا تسكت. يعني لو فرضنا انه احد اهان العراق او تعدى عليه عندنا، ما يشرحون علينا، ما يقولون ليش انتم ساكتين؟ اذا انتم راضين. نعم، على اول ثاني يوم تقدم السفاره احتجاج الى الخارج، لذلك احنا نقول المطلوب ان يكون احتجاج على اعلى المستويات الى الحكومه العراقيه، انه هذا اللي قاعد يجري هو الحقيقه يعني جرح للعلاقات الاخويه بين البلدين، وبدون ادنى مبرر. انت وافقت وانتهينا وخلصنا، مو من حقك انك تفرض علي انا ما تريد انت. انا اليوم هذا وضعي، تريد امور اخرى تعال نتفاهم، لكن ضمن سيادتي وتحت علمي، مو انت اللي تفرضه. مبارك، احنا هذه مشكلتنا انه كل ما حد صح علينا تنازلنا شويه. لا تتنازل، خلاص بطلنا يا اخي، ما لها داعي للتنازل. مبارك كان الحقيقه يعني اكبر مما هو الان، قلصت الكويت المساحه حتى ما تزعج ميناء مبارك. ميناء مبارك، نعم،
هم قلت لك صاحوا لما صارت موضوع المزارع وسووها قصة وهالليلة زين. في النهاية تنتهي القصة لما تدخل الحكومة بقوة. مين مبارك صاحوا ويروحون ويجون على الموضوع لكن خفوا. الآن طرحوا لنا بخور عبد الله، ما راح ينتهي هذا الموضوع. هذا الموال عندهم، هذه العقدة إنه الكويت صغيرة، إحنا الكبار، إحنا اللي لازم نتصرف والباجي يسمع لنا. نقول الآن الحكومة إنه أكثر تنمري أكثر شوية وبالحق، لا تهيني ولا نطلب منك إن تكونين يعني غير مؤدبة، إن شاء الله دائما إحنا في الجانب المؤدب. أيضا نقول مطالبات حكومية على حكومية كويتية على أعلى مستوى مع الحكومة العراقية، وأيضا تقدم ممكن بالأمم المتحدة شيء، وأيضا أطلب من الحكومة الكويتية أنها تخرج وتقدم الوثائق الموجودة تقول هذا اللي موجود، من شاء شاء ومن أبى أبى، هو حر. إحنا هذه ونكرر للمرة الثالثة والرابعة الليلة، قبل 2/8 مختلف عما بعده، والآن نحن مختلفين عن 2/8، وبالتالي لن نسمح إطلاقا نعم. حتى لحكومتنا أن تفرط بسنتيمتر من أراضينا، ما راح نسمح لها ترى. نعم. نقولها بالواضح. وسفيرنا في الأمم المتحدة دكتور، هل مطلوبنا شيء دائم في الأمم والله المتحدة؟ والله إحنا الآن خل حكومتنا تبدأ مع الحكومة العراقية، إذا الأمور تطلبت ذلك فليكن الجامعة العربية، يكون مجلس التعاون، يكون الأمم المتحدة، هذه طبعا أمور أخرى. هذه تذكرني في أجواء ما قبل 2/8 نعم. عندما قدم طارق عزيز مذكرته إلى الأمين العام للجامعة العربية شاذري القليبي في 15/7/1990 واتهمنا بكل الاتهامات الباطلة نعم. الآن هذه اتهامات باطلة، هذه اتهامات أصلا للأسف تدل على ضحالة التفكير وعدم المعلومة الدقيقة لدى هؤلاء، أو البحث عن عدو يعني حتى يثيروا الأوضاع عليه ويضروا بلدهم أكثر مما يضروا الآخرين. نعم. دكتور عايد، اليوم المواطن الكويتي يعني يطرح على نفسه هذا التساؤل، جيل بعد جيل، جيل يتغير، جيل عراقي انتهى أو الآن هو كبير بالسن واتضحت له الأمور التي كانت غائبة عنه في تلك الفترة، واليوم جيل عراقي شبابي جديد متعلم وتعلم في المدارس وغيره، ما زال يكون نفس هذا الكره، هذه الادعاءات الباطلة. يعني المواطن الكويتي يسأل اليوم متى تهدأ هذه الأوضاع، أو كيف نسعى لتهدئة هذه الأمور، كنا يعني نطالب بالتهدئة وهو اعتداء على حقوقنا، اعتداء عام 90 وما سبق عام 90 من ادعاءات باطلة، واليوم هذه التداعيات. يعني ما هو المطلوب من المواطن الكويتي أن يتعامل مع هذا الملف؟ المطلوب من المواطن الكويتي أن يثق بأنه على حق، وأن يعمل بذلك، وأن يستند إلى الوثائق والمعلومات، وأن يكون كل واحد منا وزارة إعلام حقيقية للرد على هؤلاء، ونكرر بأدب وبقيمنا وبأصالتنا بعيدا عن الكلام الفاضي والذي لا معنى له. الكلام الفاضي ما ينفع، اللي ينفع الأدلة اللي تقدم البراهين على أحقيتنا بما لدينا، بل وإنه إحنا اللي تنازلنا مو الطرف الآخر، إحنا اللي ضحينا. يعني لما نقول مقصر المواطن الكويتي، لما نقول حتى سفوان الحقيقة اللي هي مركز عراقي كان يفترض أن تكون كويتية، الآن إحنا مدام خلاص رسم دوليا إحنا نقبل بالتحكيم الدولي وانتهت. الباجين عندهم شيء، إما أن يسلكوا الطرق القانونية أو يسكتوا. أنا أقول لك أن الحكومة العراقية مبتلاة في هؤلاء، لكن مطلوب من دولة رئيس الوزراء العبادي ومن حكومته أن يخرجوا علنا ويقولوا هذه التصرفات لا جدوى منها ومعيبة، والعراق بكل عهوده نعم. وقع. هم مطلوب منا يبا احنا نطلب كل توقيع كل مواطن عراقي نعم. لا في مواطنين، اذا اساءة لانفسهم وللعراق قبل الاساءة الى نعم. الى الجيران نعم. في هذه القضية تحدثت عن الجانب الحكومي الكويتي وكيف تعامل وهو مطلوب منا، وايضا الجانب السياسي ما هو مطلوب منا، الان الجانب الاعلامي والكتاب وناشطي السوشيال ميديا، هل تطلب منهم شيء دكتور عايد؟ مطلوب منهم الحقيقة مثل ما قلت لك ان يتسلحوا نعم. بهذه المعلومات بالعقلانية، وأن يكرروا ما نقول ويقول غيرنا، إن
لن يحصل أي تنازل من حكومة الكويت، وإذا حصل أي تنازل خلاص ما عندنا إضافات، ترى احنا كشعب ما راح نقبل. نعم. بصريح العبارة نقولها بالفم المليان انه هذه حقوقنا ودستوريا ايضا. طبعا دستوريا. نعم. الدستور نص صريح نفس نص المادة الاولى من الدستور. نعم. ولذلك نقول انه علينا انه نكون افضل واجدى. نعم. لكن على الاخر ان يدرك ان كل هالصيحات هذه لا ترى اللي اكثر اللي محتشدين فيها عاطلين عن العمل وناس فاضيين ما عندهم لا شغل ولا مشغلة، ويمكن يستغلهم هؤلاء السياسيون حتى يستفيدوا من ورائهم يمكن لانتخابات قادمة لغير أي آخر. دكتور عايد المناع الباحث السياسي والأكاديمي، شكرا جزيلا لك لقبول هذه الدعوة وبارك الله فيك. شكرا جزيلا، كل الشكر ضيفنا الكريم الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عايد المناع. إذا كانت هذه القضية وأخور عبد الله وكان يجب أن يكون هناك الرد على نفس المستوى بل ويكون أعلى من ذلك، نقطة وبداية السطر، هذا هي الحقوق وهناك واجبات، الأولى عليك أن تتبع ما هو منتهك منك يوميا أمام عينك وأمام مرأة الجميع وأمام مرأة العالم، وتعلمون جميعا في قرارات أنفسكم أن الكويت هي الدعم الأول والأساسي والرئيسي إلى العراق وإلى ما بعد العراق من قريب ومن بعيد. الكويت هي دائما تنادي إلى السلام ودائما تنحى هذا المنحى ودائما تقف الحياد في أمام المنازعات الدولية وتحاول أن ترضي الأطراف وأن تتقابل الأطراف وأن تتفق الأطراف لما فيها مصلحة الشعوب. إذن الكويت تعلم نفسها ولا يعني عارفين معروفين ولا نحتاج تعريف في هذا الموضوع. هذه هي قضيتنا ونسير معك ببرنامجنا بعد الفاصل.